مطعم اهو حجر عشان بس تحس ان انا غلطان. اخويا تلاقيه بنش مره في السنه. مره في السنه؟ اي يا اخويا مره في السنه. زي القطط اقسم بالله تاكل وتنكر. اه والله. انا بقضي يوم جميل. لو سمحت بعد اذنك. مساء الخير. مساء النور. عايز اقول لك انت عندك رز. اه في رز. طب هات لي هات لي طبق رز بس ونجد بس. عايز حاضر من اي حاجه. في بقى عندك لحمه. في لحمه وفراخ. اكل لحمه. لا. انت عايز ولا حرج. بس برضه الطاسه ولو في صوص بتاع ولو في صوص بتاع لحمه هنا يا فندم هنا كان ليك قوي هنا حضرتك بتقول حاجه؟ زيه بالظبط زيه بسم الله بسم الله زيه بالظبط ايه يا ماما؟ عندي بسرعه ايه المشكله يعني؟ هو ايه المشكله؟ النبي يا اخويا عامله بيشيل بقالي ثلاث ايام خلاص خلاص ما عندك هنا بيت نبات كيف بس كيف حلو اه حلو حد حلو بس بحب اسمه لا خلاص 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 ما بحبوش خلاص بس ايه ده كنت بتشرب حاجه اه يا ريت يا ريت جبس عندك جبس في جبس ربنا انا جاي تمام المدام يا عمي بقول لك عندها السكر خلاص يا باشا شوف بسرعه بس من النبي ازاي تكلمني كده قدام الناس؟ هكلمك انت مش عندك سكر. ازاي يعني؟ ما ينفعش تكلمني كده قدام الناس كل ما الاقيك في اوضه كنت مغيبه في اوضه. ما يصحش يعني. والله؟ اه. وانت كده؟ انت كده راجل يعني؟ تكلمني كده قدام الناس؟ اه طبعا راجل. راجل ازاي يعني؟ زي الناس. خلاص؟ كاتشب بس من السندوتش. والله انا صاحب بقول لك كده قدام الناس ما عندهاش حق. انا عايز اقول لك 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 انا عايز اقول ل